السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع بي ده مشروع واعد، دي من الشركة الناشئة اسمها انفليكشن اي اي، ده واحد من اكبر النماذج اللغوية في العالم، وده هيبقى مشروع مفتوح المصدر ويكون منافس للذكاء الاصطناعي. هو التجربة بتاعته جميلة جدا وذكي جدا، لكن هو حتى الان بيدعم اللغة الانجليزية فقط. هو عبارة عن شات، فتقدر ان انت تسأله اي حاجة انت بتفكر فيها. مثلا ممكن يسأل هو ار يو، ممكن تسأله مثلا تلمي اباوت مثلا ايجيبت، يبدأ ان هو يجاوبك. الميزة ان هو مش مقفول في بعض الدول، مش محدود، مش ليك عدد معين من الكلمات، مفتوح المصدر، فتقدر انت تشوف الكود وتبدأ ان انت تطور عليه، تعمل حاجة خاصة بيك. تمام، بيشكر في مصر، طب ده حاجة جميلة ومحترمة، نجربه اكيد.